أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الضابط في البحث عن الماء والعدول عنه للتيمم؟ هل مجرد انعدام الماء عند دخول الصلاة يوجب أن يتيمم الإنسان؟ يلزمه طلب الماء حوله، يلزمه أن يطلب الماء فيما حوله وقريبا منه، فإذا يأس يتيمم. أما أنه يكلف يروح يجيب الماء من بعيد، لا، يطلبه فيما حوله. نعم.